منذ أزيد من عقدين برز مصطلح السيادة الغذائية بشكل متزايد لما له من روابط مباشرة بسبل العيش المستدامة ولما له من تأثير على الاتجاهات الجديدة في التنمية. الاستقلال ما هو شعارات سياسية، استقلال هو أنك قلتها ونزيد كررها، لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج، نتباهى بمأكولات هي ماشي نتاعي، قادر نديرها ننتجها وقادر ننتج ما أحسن. ضمن هذا المفهوم تأتي المقاربة الجديدة التي تبنتها الدولة الجزائرية في قطاع الفلاحة مثلما تعكسه التوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، مقاربة تجمع بين مكونين أساسيين هما ثروات البلاد الطبيعية وثروتها البشرية، ممثلة في جيل جديد من المهندسين الفلاحين يعول عليهم في قيادة ثورة جديدة لكسب الرهان. دخلوا في اقتصاد جديد، واليوم عندنا المؤهلات، عندنا مهندسين، عندنا شباب، عندنا إرادة قوية نتاع الجزائريين باش يستثمروا في بلادهم. في المنيعة رانا نديروا في تجارب تاع لابيتراف سكريير وما فيها حتى علم زايد، ولا قادرين نديروها مثل ما وصلنا في بجاية إلى الزيت الوطني، ماهوش زيت خام نستورده ونصفيه هنا، لا، الحبوب جزائرية والفلاح جزائري والحبوب جزائرية والمصنع الجزائري والزيت الجزائري 100%. رهان يعتمد على استراتيجية تجعل من الوظيفة الزراعية ثقافة بأهداف واضحة ومحددة تتأرجح بين الحاجة الآنية والغاية الوطنية التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي على الأقل في مادتي الشعير والقمح الصلب وزراعة الذرة لما لها من قيمة اقتصادية. مقاربة الرهان الفلاحي وضعت في الحسبان جملة من الآليات لتجسيد الاستراتيجية الجديدة، ومن ذلك إعادة هيكلة المزارع النموذجية بشكل يجعلها أكثر مردودية، وتنظيم لقاءات تحسيسية في مجال الفلاحة لفائدة الشباب، إضافة إلى تسهيل توفير المعدات اللازمة بما يترجم مرافقة الدولة الدائمة لقطاع الفلاحة. فالأمن الغذائي مسألة سيادة وطنية قبل كل شيء.